من الواضح يعني أن إسرائيل تنفذ استراتيجية ما وتصعد من هذه العمليات وتماطل أيضا في عمليات التسوية، كيف يمكن مواجهة هذا النهج برأيك سيد مروان؟ أنا يواجه بطبيعة الحال، إسرائيل تعرف أنه حتى لو احتلت مثل ما عملت سنة 82 فاتت على وصلت على بيروت على العاصمة وتكبدت خسائر، وبتعرف أنه ما فيها تقعد تحتل بس ما فيها تقعد، لهذا السبب هي عرفته، عرف هذا الموضوع. دائما بنسمعهم بيقولوا نحن لا ما بدنا نحتل، نحن بدنا نفوت وننظف المنطقة. تنظف المنطقة من شو؟ تنظف المنطقة من أهاليها. ما هن المقاومة اليوم بجنوب لبنان هم أهالي وسكان المنطقة، سكان 32 ضيعة دمرت بالكامل، محيت البيوت، يعني صارت مثل يا محلى غزة، يعني غزة بعد في أشلاء أبني بالقرى اللي عم بقول لك عنهم، ما بقى في أشلاء، ما بقى في شيء أشلاء ولا حجر على حجر، شوفي سهل بكامله. بقى إسرائيل عارفة، إسرائيل إنه ما فيها تقعد بلبنان، إسرائيل عارفة إنه ستتكبد خسائر فادحة وحتى تضل بلبنان أو تحتل لبنان. لهذا السبب اليوم تحاول قبل انتهاء وقف، قبل وقف إطلاق النار، تحاول بقدر الإمكان تحطيم لبنان، بقدر الإمكان تدمير الأبنية، بقدر الإمكان قتل حتى الأبرياء، حتى المواطنين الذين لا علاقة لهم بحزب الله. برأيك سيد مروان، هل غيرت إسرائيل يعني استراتيجيتها عسكريا فيما يتعلق بهذا العدوان على الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة بعد الانتخابات الأمريكية؟ صحيح، غير طبعا غيرت هي الاستراتيجية تبعها وزادت من إجرامها أكثر وأكثر، وهالشيء عم نشوفه ليلا نهارا. يعني كان بالأول بالنهار كانت تقصف وكانت الأماكن محددة، من بعد اغتيال الأمين العام يعني لحزب الله تطورت الأمور أكثر وأكثر، وعم نشوفها تقصف ليلا نهارا. يعني ما في أنا قاعد بمنطقة قريبة على الضاحية، يعني ما فيك تنامي، ليل نهار ليل نهار، وبعدين بيطلع لك هذا اللي اسمه دوم أذكر اسمه، بيقول لك إنه عليكم إنك تخلوا هذا المحل، بيطلب من السكان إخلاء هذه البناية، ومعكم نص ساعة وإلا سنقصف. ومرات بينذر تقول العالم إنه إحنا عم نعمل إنذارات ما عم نقتل، بينذروا يعني ما بيلحق الواحد بده ينزل من بيته بيكون قصفوا البناية بيقتلوا الناس كل اللي فيها. يعني شو بده واحد يحكي؟ ماشي الحال، ما رح تستمر الأمور أكثر من هالقد. يعني رأينا التصعيد الإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع غزة وتنفيذ هذا المخطط الإبادة الجماعية التي تخطط لها إسرائيل، والآن نرى أيضا تصعيد من هذه العمليات العسكرية في بيروت والضاحية الجنوبية في بيروت. ما المطلوب الآن سيد مروان برأيك من الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة لوقف هذا المخطط؟ سيدتي اليوم أنا شعرانين، إحنا كلنا بلبنان إنه اليوم الإدارة الأمريكية جدية أكثر من سنة وتريد إنهاء ولاية جو بايدن، ولاية هذه الإدارة بتحقيق شيء ما، ولكن نتنياهو لن يبيع، يعني ما باع الديمقراطيين من سنة وشهرين أي عمل إيجابي بالنسبة أو أي مطلب أمريكي. يبقى اليوم شهر ونص أو شهرين تقريبا، عدة أسابيع، لن يبيعهم ما رفض أن يبيعهم من سنة ونص، وبعتقد أنا ستنتهي القضية عند استلام الإدارة الأمريكية الجديدة، عند استلام رئيس الجمهورية الجديد. السيد مروان أيضا يعني في ظل كان هناك توقعات أن يكون هناك تسوية محتملة ما بين الطرفين، برأيك ما ممكن أن تكون النتائج المتوقعة في ظل إطلاق النار؟ لا، ما في شك أنه في خلاف على نقطتين جوهريتين. إسرائيل بتوقف إطلاق النار، بتحط شرط، حاطة شرط أنه هي بحق لها تضلها تطلع بالطيران فوق الأراضي اللبنانية وتقوم بالتصوير، وإذا لاحظت أي خلل أو أي محاولة
بعدم تطبيق الاتفاق او وقف اطلاق النار او اتفاق الهدنه او وقف اطلاق النار ما بدنا نسميه، هي ترجع بتقصف المحل. هذا نحن رافضين انه اسرائيل ترجع برا تخرق لبنان برا وبحرا وجوا، لانه في سياده لنا بالنهايه. اذا في وقف اطلاق نار في بلد موجود اسمه لبنان، يلي هن بالوقت ذاته ما بيعترفوا، بيعترفوا انه وعندنا كثير من الاوراق بتقول انه اسرائيل انه جنوب لبنان هو تابع للليطاني تابع لاسرائيل، او هي من ارض الميعاد تبعهم وموجوده بالثورات من غير شرط. بقى ما في شك انه هذا الموضوع لبنان يرفضه، وامريكا عم تتدخل بكل جديه حول معالجه هذا الموضوع. في موضوع ثاني، خلاف ثاني، انه اسرائيل ترفض ان يكونوا الفرنسيين بلجنة المراقبة ولجنة مراقبة تطبيق القرار 1701، ما راح تقبل. بعدين في خلاف ثالث بس منه أساسي، خلاف ثالث هو الانسحاب. هل ستنسحب؟ هو وقف اطلاق نار لمدة 60 يوم شهرين. إسرائيل لا تريد أن تنسحب إلا بعد مرور أول شهر، وتريد انسحاب حزب الله فورا لجنوب الليطاني. هذا الخلاف نحن عم نطلب انه لا، بينسحبوا اثنين سوا، انت بتنسحبوا خارج الاراضي اللبنانيه وحزب الله بينسحب لجنوب الليطاني. المشكله اللي اليوم رجعت تطرقت انه اسرائيل لا تعترف بالحدود اللبنانيه، وهي تسيطر على بعض المناطق اللبنانيه وتسيطر على 13 نقطه من الحدود، خلافا لاتفاق الهدنه اللي حدث سنه 49. اليوم بتقول لك هذا الخط الازرق هو الحدود بيننا وبين، والخط الازرق الروسي من سنه 2006 وقت اللي حضرت عناصر اليونيفيل، وطبعا رسموه ببراميل لون ازرق لهذا السبب سمي الخط الازرق. هي وهذا فائت هذا داخل ضمن الاراضي اللبنانيه، يعني هنا يعني هذا الخط حتى لا الجيش اللبناني او حدا بيتخطى الخط الازرق، ولا اسرائيل بتتخطى الخط الازرق او الحدود المعترف فيها سابقا. بقى مشان هيك اليوم في خلاف، هي معتبره حالها انه هي منتصره، هي بتقرر، هي بتفرض الشروط اللي بدها اياها، وهي بتقول انه هذا الخط الازرق هذا خطنا، هذا حدودنا، انتم ما بقى لكم حدود. هاي مشكلة كمان من المشاكل يلي مفروض الولايات المتحدة الأمريكية تعالجها. أنا برأيي الإدارة الموجودة حاليا لا تستطيع أن تعالج شيء. الإدارة الجديدة هي التي ستعالج كل هذه الأمور. وإذا الولايات المتحدة الأمريكية ما عالجت ولا قدرت أنها تعالج مع إسرائيل، أنا بعتقد أنه سيبقى المشاكل موجودة على الحدود اللبنانية، وسيعود النشاط، يعني النشاط العسكري مثل ما شفناه من سنة وشوي، يعني بين إسرائيل وبين حزب الله.